السلام عليكم تابعي قناة ايزي ايرن، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا احنا في فترة اللي هو اليوم امبارح منزلناش فيه فيديوهات خالص، بس احنا ما بحب ننزل فيديو يكون فيديو مهم وحاجة تستاهل، يعني ما شوفش مواقع احس انها ملهاش لازمة او انت كمشاهد مش هتقدر تحقق منها اي حاجة وانزلها لك عشان مشاهدات وخلاص. فالمهم معانا النهاردة ايردروب قوي جدا، ايردروب هتاخد منه 50 دولار من عملة ال OBET. هنروح كده نشوف الايردروب ده مع بعض على التليجرام. ادي الايردروب اهو، انت اول ما هتدوس على اللينك اسفل الفيديو هيفتح معاك في التليجرام بالمنظر ده، هتدوس على كلمة ستارت هيفتح معاك الواجهة دي. هو هنا بيقول لك ايه؟ الراجل بيقول لنا هنا ان لو انت مستخدم جديد هتاخد 50 دولار في عملة ال OBET توكن على المنصة دي، ولو انت مسجل بالفعل فهتاخد 25 دولار. فطبعا على حسب، يعني انت لو هتسجل جديد الكلام ده. ازاي بقى نسجل في المنصة دي؟ بندوس على كلمة coinsbyte.io، هنفتح كده في جوجل كروم، منصة سهلة وحلوة للتداول هنسجل فيها. هتدوس على كلمة sign up من فوق هنا، هيفتح معاك صفحة التسجيل، تكتب الايميل والباسورد وكونفيرم للباسورد وتعلم علامة صح وتدوس على ساين اب. بس في خطوة مهمة هنعملها، هنروح بس نسجل احنا حساب دلوقتي. انت ما تفتح معاك المنصة هتفتح على الشكل ده. في حاجة لازم نعملها، ان احنا نفعل المنصة بالوثائق. هندوس كده على اليوزر نيم بتاعنا من هنا، او هنلاقي هنا كلمة اكاونت هندوس كده عليها، بندوس طبعا على الشرطة اللي هنا، هيفتح معانا الاعدادات بتاعة الحساب بتاعنا عشان هنفعل من عليه الوثائق. هنلاقي هنا اهو فتح معانا صفحة الاعدادات، هندوس على كلمة verification. هنا هنلاقي ان لازم نفعل. طب هنفعل ازاي؟ اول حاجة هنيجي نكتب، هندوس على النيم هنا، هنكتب كل بياناتنا هنا صح، الاسم والاسم الاوسط والاسم الاخير وكل حاجة هنا تبقى صح. بعد كده هندوس على كلمة document، هنقول لك هنا تعمل الوثائق. هتعملها ازاي بقى؟ هتصور البطاقة بتاعتك او الباسبورد على حسب انت عندك ايه وتروح رافعها، لازم الصورة تبقى وش وظهر. بعد كده هنيجي هنا وش وظهر، طبعا انت هتصور صورة للوش وصورة للظهر وتخليهم جنب بعض. بعد كده تيجي هنا تصور وانت ماسك البطاقة وتروح بعتها هنا وتدوس على كلمة submit، هتلاقيها ان هي اتبعتت. انا بعتهم بس لسه مستني ان هم يوافقوا عليها. هنرجع تاني بقى للبوت اهو، بعد ما كده رجعنا للبوت تاني هندوس على كلمة كونديشن من هنا. طبعا انا شرحت التفعيل يعني على طول عشان هنا هيقول لنا ان احنا هنفعل. اول حاجة بيقول لك سجل، فاحنا سجلنا. بعد كده بيقول لك فعل، فانت هتكون فعلت طبعا. دي كده منشن، ده مش مهم اوي، قلتها مش هيأثر معاك في حاجة. بعد كده هنا بيقول لك سبسكرايب في اي شات من دول، هتشترك في اي شات، في اول شات يعني انا شايل اللي هو الانجليزي. بعد كده بيقول لك سبسكرايب برضو في الشات بتاع العملة، هتسجل في الشات دون اللي هو الانجليزي. بعد ما هتخلص كل دون هيقول لك ان كده تمام، عشان بس يتأكد بقى ان انت عملت كل ده، ويشوف هتبعت ايه اليوزر نيم بتاعك على المنصة. بعد كده تسيب مسافة وتبعت اليوزر التليجرام اسف التويتر بتاعك انت، ماشي. بعد ما هتخلص كل ده هتروح باعت بنفس الشكل ده اليوزر نيم وتسيب مسافة وتروح باعت لينك التويتر. بس هندوس دلوقتي على كنسل، احنا طبعا هنكتبهم، هيفتح معانا بالمنظر ده. هندوس على كلمة ماي وولت، هو بيقولك ان هياخد 7 ايام هيكون بعتلك الهدايا، هيكون بس اتأكد من كل حاجة. هندوس على كلمة وولت وهتروح سايب له عنوان محفظة الايثر وولت بتاعتك بس كده، وهيبعت لك في ال7 ايام بعد ما هيتأكد من كل ده. وكده مخلص كل حاجة النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.